معي الفنان شيخنا هواري بشنات، وهذه طبعا تكريما لشيخنا وفنان الراحل بلاوي الهواري. إذن أستاذنا، ما تقييمك لهذه الطبعة الثالثة؟ أولا وقبل كل شيء نحيي عزيزي المشاهد اللي يشاهد فينا عبر الشاشة، وأنا بالنسبة هذه المبادرة اللي دارها أخويا ماني سوى ثقيلة بزاف. ما تنساش بلي وهران فيها زوج سبوعة، ربي يرحمهم، وهبي من جهة وبلاوي من جهة، فهمت؟ وحنا كيما يقول لك اللي قعدوا قلال والقلة تهزم، نعيو ما نديرو بصح ما نقدروش نديرو واش داروا هادو زوج تاع الناس، فاهم كيفاش؟ باش نقول لك غادي نخلفوا بلاوي ولا احمد وهبي بالك 30% ولا 40% فقط، مي الحمد لله مازال الناس. حنا نبغوا الفن ونبغوا الاغنيه الوهرانيه كيما كل واحد يدافع عن منطقته كيما يقول لك، سي باسكو الجزائر مقسمه، كاين الشعبي، كاين الشاوي، اندلس، كاين المالوف، كاين القبائلي، كاين الاغنيه الوهرانيه، وزيد وزيد وزيد. استادير حنا الحمد لله اللي هنا كوتواي هاد الناس كيما وهبي وبلاوي، حضرنا لهم وريحنا معاهم وتقبلوا واش كنا نديرو، سي ليسونسيال. انا واحد كيما بلاوي كان مستعرف واش كنت ندير، سي هذاك هو رزقي وراس مالي، فهمتني؟ دروك نقول لك نطلبوا له بالرحمه، وش غادي نقول لك؟ من زاد مات، ما كاش من خلد في هذه الدنيا سعد من خدم الاخره، كان على يقين، فهم؟ ايه والحمد لله. ونقول لكم استاذ، قلت له ما نقدروش نديروا واش داروا اعمده الفن امثال بلاوي الهواري ولا احمد وهبي، ولكنكم انتم من تحملون المشعل وراءهم، وانتم من تتلمذتم على ايديهم، إذن أنتم من تحملون المشعل وهو على عاتقه. ما يخفالكش باللي بكري كانت مساندة، وكانت أغنية الوهرانية كان فيها بن زرقا، فيها أحمد صابر، فيها بلاوي، فيها السعيدي، فيها أحمد وهبي وزيد وزيد. دروك شحال كاين من بلاوي؟ شحال كاين بالشنات؟ كاين 20؟ أش تلقى البارودي ولا تلقى معطي الحاج، فيها قليلة ويد وحده ما تصفق، فهمت؟ خالدي يقول لك اللي قعدوا قلال وقله تهزم، فهمتني؟ حنا ماذا بينا هذا الشباب اللي راه دروك شويه يميل شويه يحوس على الكلمه النظيفه والرديئه، الكلمه اللي تدخل لبيوت الناس، الكلمه معليش يغني واش يحب، مي راك فاهمني كيفاش؟ والحمد لله رانا نشوفوا بلي كاين اصوات ما شاء الله راهم سيطادير في ميدان الفن، خاصهم شويه برك كوت بوس ولا با ما تنجمش تكذب وعد تقول له غني الاغنيه الوهرانيه بالسيف، هذه مكاش، تقول له غني هذه مكاش، يغني واش يحب هو، لا سيما واش يحب يغني، يحافظ شويه ويدير باللي كاين بيبليك راه يتسنط له، هذا هو. ولكن مؤخرا انا نلاحظ ان هناك معظم الفنانين، معظم المغنيين راهم ينقوا في الاغنيه، راهم يميلوا للاغنيه النظيفه، وماذا بكم انتم من راكم حكمتم المشعل عن الكبار، الان توجهوا لهم المشعل انتم. كاين ناس راهي تنقي بصح باسكو علاش مغني شو ولا اللي كيأدي الرساله، تسمى مغني كيشغل مربي كي المعلم تاع الكوليج، هذا اللي يكون يغني اللي كيخمم بلي هو عنده عائله يحشم عليها، كيحشم على العائله تاعه، لا دوزيام فامي هي تاعنا الشعب تاعنا، اللي يحكم عليهم ثاني ويحشم بلي عندهم اولاد وعندها منا وصايا، هذا ما فيهاش حاجه، باسكو الغنى اللي يتغنى في الملاهي والغنى اللي يتغنى في التلفزيون والصوالح ماشي كيف كيف، الغنى تاع اللي يتغنى في السيديات والغنى اللي يغني في الملاهي ماشي كيف كيف، باسكو عندك فئة معينة راهي تتسنت لك كي تكون في الملاهي، بصح كي تفوت في تلفزيون صاحبي ولا تخرج سي دي دير باللي الملايين راهي تتسنت فيك وهما يجيجوك، إلا كنت أنت بمعنى الكلمة تبارك الله مغني، ولا يقول لك خويا يا السلام عليكم.
وهبلت ورنا ويا عودي غن مانيش مهني وبكي يا لحني تاريخ اصحابنا سكنوا الخلود واحنا عليهم شهود ضباط وجنود في وسط بلادنا في وسط بلادنا ويا دبيليانا على زبانا ويا دبيليانا على زبانا الله يخليك.